أود التنبيه إلى آخر المعلومات التي وصلتنا من أشخاص يتواجدون في داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث قالوا لنا بأن الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات يتجول بين الطوابق وبين المصابين والنازحين والأطباء ويطلب منهم مغادرة مجمع الشفاء الطبي حتى الساعة 9 صباحا، أي ساعة واحدة تفصلهم عن مغادرة مجمع الشفاء الطبي. سألناهم لماذا، قال الجيش هكذا طلب، لا يريد أن يبقى أي أحد في داخل مجمع الشفاء الطبي وعليهم الخروج. ونحن هنا نتحدث عن كارثة حقيقية بحق المصابين إذا كان بالفعل يريد الجيش عدم إبقاء أي أحد يتواجد. نحن نتحدث عن آلاف أو عن مئات المصابين يتواجدون في داخل مجمع الشفاء الطبي، نتحدث عن مصابين وإصاباتهم خطيرة جدا، نتحدث عن حالات بتر، نتحدث عن مصابين يتواجدون في غرف العناية المركزة، نتحدث عن أطفال خدج، نتحدث عن مرضى فشل كلوي. هذه الأعداد الكبيرة، من الذي سيقوم برفعها وحملها والتوجه بها إلى المحافظات الجنوبية كما طلب منهم؟ أن يتجهوا من خلال الطريق من خلال غرب مدينة غزة، أن يتجهوا نحو محافظات الجنوب والوسط، لا يريد منهم التوجه كما توجه النازحون من شارع صلاح الدين ومن ثم إلى الوسطى أو إلى الجنوب. هو طلب منهم إخلاء المجمع والتوجه نحو طريق الساحل شارع الرشيد باتجاه وسط وجنوب القطاع، لكن هذا سيشكل خطرا كبيرا وحقيقيا على حياة المرضى طبعا. والمصابين والنازحين وكذلك الأطباء في حال تم خاصة نعم. أنه طلب منهم أيضا التوجه سيرا على الأقدام، يعني وهم مريضين في المستشفى لديهم علاجات، وهنا يعني ليس الجميع يستطيع أن يتجه سيرا على الأقدام. ونحن نتحدث أيضا أن هذه المسافة التي سيسيرونها هي تقارب أكثر من 25 كيلو متر، بمعنى أنه لا سيارات إسعاف ستنقلهم، لا سيارات مدنية، لا منظمات دولية سواء كانت من الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة. وهذا سيشكل، وقد في حال نفذ هذا الطلب أو استجاب الأطباء لهذا الطلب، فإن حياة الكثير من المصابين ستكون في خطر حقيقي جدا، لأن كما قلت نتحدث عن فئات عدة من المرضى ومن المصابين لا يستطيعون التوجه لأنهم كبار في السن، لأن هناك أطفال صغار، لأن هناك إصابات خطيرة جدا، وهذا يستغرق وقتا طويلا وجهدا طويلا. لو أن هناك سيارات إسعاف ستنقلهم كان الأمور أفضل وأسهل بكثير، لكن عليهم أن يتوجهوا مشيا على أقدامهم من مجمع الشفاء الطبي ناحية اتجاه طريق البحر، ومن ثم التوجه نحو الوسط والجنوب. نتحدث عن مسافات طويلة جدا، لكن ننتظر إن كان الأطباء أو إن كانت وزارة الصحة ستستجيب لهذا الطلب أم لا، لكن الجيش يطلب منهم بالقوة بأن يتوجهوا وأن يجهزوا أنفسهم للتوجه خلال ساعة واحدة فقط إلى جنوب ووسط القطاع، وهذا ينذر بخطر كبير جدا، سيما وأن من يتواجدون في داخله هم محاصرين بداخله منذ أكثر من 8 أيام 9 أيام، لم يصل إليهم لا شربة ماء ولا خبز ولا طعام ولا أيضا وقود لتشغيل المستشفى وإنعاش حياة الأطفال الخدج الذين أخرجوهم من داخل الحضانات، ولا مرضى المصابين الذين يتواجدون في غرف العناية المركزة، ولا أيضا مرضى الفشل الكلوي الذين رفعت عنهم الأجهزة التي تتصل بالكهرباء. ونحن نتحدث عن كارثة حقيقية بالأصل وعن منظومة منهارة. ننتظر خلال ساعة ما الذي سيجري، هل سيكون هناك استجابة أم أن هناك سيكون طلب من أعداد كبيرة ستخرج، وماذا يريد أن يفعل الجيش بمجمع الشفاء الطبي بعد خروجهم؟ هل في حال نفذ وخرجوا هل سيتم تفجير وقصف مجمع الشفاء الطبي بالكامل الذي يعد من أكبر المستشفيات في قطاع غزة، وهو الأكبر أيضا مساحة واتساعا، وأين بعد ذلك سيذهب سيذهب من يصاب أو من سيصاب بالمرض أو غير ذلك؟ نحن نتحدث عن مجمع هو من أقدم وأقدم 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 من تاريخ وجود إسرائيل، بني هنا في قطاع غزة. طيب دعنا نعود إلى الوضع في خان يونس، المجازر التي ترتكب في خان يونس كذلك.
نعم، في خان يونس جنوب قطاع غزة إسرائيل ارتكبت مجازر فظيعة ومروعة بحق 3 عائلات فلسطينية من خلال في مدينة حمد السكنية التي قامت دولة قطر ببنائها في الغرب من محافظة خان يونس. هذه المدينة هي عبارة عن عشرات المباني السكنية. قامت إسرائيل في تمام الساعة في حوالي الساعة 3:00 باستهداف 3 شقق أو 3 بنايات سكنية في تلك المنطقة، تعود لعائلة المباشر وعائلة أبو حطب وعائلة حسين أو حسنين. وتم وصول مجمع ناصر الطبي 26 شهيد وأكثر من 30 إصابة، وهذه الإصابات وصفت جراحهم ما بين خطيرة ومتوسطة. تتعمد باتت إسرائيل أن توقع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين العزل واستهداف التجمعات السكنية بشكل كبير جدا، لأن مع كل غارة إسرائيلية هناك عدد كبير من الشهداء، لأننا نتحدث عن آلاف النازحين نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى هذه المحافظة أيضا التي تستوعب الكثير الآن بين أهلها وسكانها، تستوعب الكثير من سكان مدينة غزة والشمال. وكل غارة يتم استهدافها يكون من بين الشهداء عدد من هؤلاء الذين نزحوا من الحرب ونزحوا من الصواريخ التي تلاحقهم أيضا في المناطق التي يصفها الجيش أو يصنفها بأنها أكثر أمانا للفلسطينيين. لكن منذ اليوم الأول للحرب ومنذ الطلب منهم التوجه لهذه المحافظات، وأكثر الشهداء هم من الذين نزحوا من المحافظات، من محافظة شمال غزة ومدينة غزة. نتحدث عن 26 شهيد والعدد مرشح للزيادة، لأن كما قلت هناك أعداد كبيرة وصفت جراحهم بالخطيرة ويجرى لهم عمليات جراحية داخل مجمع ناصر الطبي الذي يعاني من نقص كبير وحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم وجود أجهزة تشخيصية، لأن إسرائيل من قبل الحرب منذ 1.5 عام وهي تمنع دخولها ووصولها إلى المستشفيات. هذه الغارة هي أبرز الغارات التي ارتكبت فيها مجازر، وهذه لن تكون المجزرة الأخيرة، لأن إسرائيل ما زالت ماضية في جرائمها ومجازرها في محافظات أخرى، لكنها تتعمد أن يكون العدد كبير جدا من الشهداء والمصابين وألا يبقى أحد حي في أي غارة.